انطلقت في محافظة نينوى فعاليات مؤتمر مشروع توسعة التصميم الأساسي لمدينة الموصل المحال إلى شركة SGI البريطانية، الذي سيضيف أكثر من 160 ألف دونم للمدينة. محافظ نينوى أكد أن التوسعة الجديدة ستسهم في إنشاء مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات ومرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى تنظيم التصميم الأساسي الحالي للمدينة، خاصة نهري دجلة والخصر. الحكومة المحلية وخلال 100 يوم أنجزت كثير من الأجندة التي وضعتها في برنامجها المحلي. مشروع التصميم الأساسي هو واحد من إنجازات الحكومة خلال 100 يوم. هذا المشروع سيوفر بحدود 160 ألف دونم جديدة تضاف إلى مدينة الموصل، من شأنه إقامة فعاليات كثيرة سكنية، سياحية، ترفيهية، وأيضا الخدمات الأخرى، وكذلك خدمات الطرق ودراسة البنى التحتية، وفي نفس الوقت تنظيم التصميم الأساسي الحالي لمدينة الموصل، خاصة حوض نهر دجلة وكذلك نهر الخوصر، الذي نعتقد أنه سيكون شريان سياحي جديد لمدينة الموصل. مشروع التصميم الأساسي الذي وقع مع الشركة الإيطالية اليوم، وكان هو مشروع مهم لمدينة الموصل، وخاصة أنه هذه التوسعة لم تكن منذ 25 عام، يعني لم تكن هناك توسعة في مدينة الموصل، وهذا المشروع طبعا هو إنجاز لمحافظة نينوى وللمحافظ نينوى بالأخص، أنه هذا المشروع يوفر فرص عمل كثيرة، يوفر مناطق خضراء لمدينة الموصل، ويوفر مناطق أراضي لبناء مدارس جديدة وبناء مستشفيات جديدة، وأيضا يوفر أراضي للموظفين، ويوفر أراضي لبناء مجمعات سكنية جديدة تليق بهذه المدينة.